طريق طريقة برمجة ريسيفر سبايدر تي 38 الإكسترا. من محل عمار للستلايت نفتح منيو ثم نذهب إلى البرمجة ثم نذهب إلى إعدادات الهوائي ثم نختار على الريموت الكبسة الزرقاء بحث، نختار طبعا قمر النائل سات بالقائمة الرئيسية ثم الكبسة الزرقاء، نضغط على بحث، نعطيه بحث الشبكة فتح، نوع القناة المجانية، النوع البحث الآلي تي في اند راديو، ثم نضغط اوكي، ننتظر. الآن بدأ بتنزيل المحطات للاستفسار والصيانة والطلب. محل عمار للستلايت الزرقاء الأردن 0785137834. شكرا لمتابعتكم.